أكد البنك الوطني الأوكراني أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 29 مليار و 921 مليون دولار في شهر فبراير الجاري، وذلك بفضل الدعم الدولي من الشركاء. أضاف البنك الأوكراني أنه في يناير الماضي زادت الاحتياطيات من العملات الأجنبية بنسبة 5% بفضل المتحصلات من الشركاء الدوليين، والتي عوضت عن صافي بيع العملة الأجنبية من قبل البنك الوطني الأوكراني لتغطية الفرق بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي في أوكرانيا. اتسع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في ديسمبر الماضي بحسب البيانات الحكومية، ليسجل أكبر عجز وفقا للأرقام الحكومية التي يعود تاريخها إلى عام 1960. وكشفت وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري الإجمالي زاد بقيمة 103 مليار دولار من عام 2021 إلى 948.1 مليار دولار العام الماضي، وذلك نتيجة لزيادة الواردات من النفط الخام والمواد الاستهلاكية بما في ذلك الأدوية والمنتجات المنزلية. وأضافت وزارة التجارة أن العجز التجاري الأمريكي ارتفع في ديسمبر بقيمة 6.4 مليارات دولار إلى 67.4 مليار دولار. أكد الرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي الأمريكي لن يغير مستهدف التضخم عند 2%. توقع الرئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يشهد العام الحالي هبوطا قويا للتضخم، مشيرا إلى أن مؤشر التضخم لا يزال مرتفعا. وأضاف الرئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة، إلا أن معدل البطالة في أفضل مستوى له منذ سنوات، وهو دليل على قوة الاقتصاد الأمريكي وكذلك سوق العمل. وتوقع باول أن هناك حاجة لمزيد من العمليات رفع الفائدة من أجل تهدئة التضخم وسوق العمل القوي، خاصة بعد تقرير الوظائف الأخير. وكشفت بيانات في الأسبوع الماضي أن سوق العمل الأمريكي أضاف 517 ألف وظيفة في يناير، مع هبوط معدل البطالة لأدنى مستوى في 53 عاما عند 3.4%. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet.